السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات يعني قد يسرت ولو شيء بسيط على حضراتكم خواتيم الآيات في سورة النساء، وحلقة جديدة مع مواضع جديدة. كيف نضبط المواضع؟ فما أرسلناك عليهم حفيظا وما أرسلناك عليهم وكيلا. وردت فما أرسلناك عليهم حفيظة مرتان في النساء والشورى. أنا لازم أجيب لك المواضع الأخرى حتى أنه أنت كيف تضبط موضع سورة النساء وما يلتبس عليك. في النساء والشورى أي طرفين، لأنه في الوسط سورة الإسراء وردت وما أرسلناك عليهم وكيلة، وضبطها قاعدة الوسط بين الطرفين المتشابهين. إذن عندي نساء تشاوروا وإسراء في الوسط جاءت وكيلة. خلونا نشوف الآيات. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا الختام. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. في الشورى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولاحظ أنه لم ترد في ختام الآية كما وردت في النساء، في النساء والشورى بالفاء فما أرسلناك، بينما في الإسراء وما أرسلناك. يعني ما بس أنه اختلفت وكيلة، لا، أنه الإسراء بالواو والتي جاءت حفيظة جاءت معها فما، حفيظة فيها فاء، فما أرسلناك فيها فاء، حتى أنا أربط الكلمتين مع بعض وما تلتبس علي، ما أقول وما أرسلناك عليهم حفيظة. شوفوا الآيات. ومن تولى فما أرسلناك، ومن فإن أعرضوا فما أرسلناك. لاحظ. وفي النساء والشورى عليهم حفيظة، بينما في الإسراء وكيلة. في موضع الإسراء أتت وكيلة، ولاحظ الآيات نفسها كم يعني دار فيها حرف الكاف. ربكم بكم يرحمكم يعذبكم، حتى أنه تربطها مع الكاف وكيلة على قاعدة الموافقة والمجاورة ما تلتبس عليه. في مواضع النساء والشورى أتت بالفاء، سبقها في الآيتين حرف الفاء في النساء فقد، وفي الشورى فإن، فأتت فما أرسلناك بالفاء، بينما في الإسراء لم يرد قبل حرف الفاء فأتت بالواو. يعني هذا ضبط آخر. في المواضع التي وردت فيها كلمة حفيظة ورد في الآيات حروف استعلاء، ولاحظ كما الضاء حفيظة، حتى أنا ما أقول وكيلة. في آية النساء من يطع طاء، فقد قاف، أطاع طاء، وفي الشورى أعرض ضاد، بلاغ غين، أذقنا قاف، تصيبهم صاد، قدمت قاف، فجعل علامة لك على أنه كلمة حفيظة جاءت في هذه الآية. أما آية الإسراء فلم يرد فيها حرف استعلاء مطلقا، فوردت فيها كلمة وكيلة، حتى أنا ما أنسى. حفيظة ضاء حرف استعلاء، وردت في الآية حروف استعلاء في النساء والشورى، حتى أنا أبد ما أنا أتخربط وأقول وكيلة. في آية الإسراء ما ورد في الآية أصلا أي حرف من حروف الاستعلاء فجاءت وكيلة. يعني أنا ضبطتها بعدة أمور من عدة طرق من عدة زوايا حتى ما تلتبس عليكم. أوردت طبعا موضعي الإسراء والشورى حتى يعني كي تضبط عندك آية النساء بطريقة متقنة، حتى لا تلتبس عليك وتظنها وكيلة وليس حفيظة. طيب كيف نضبط ختام الآيتين المتتاليتين في سورة النساء؟ كان الله على كل شيء مقيتا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. لاحظوا الآيات شنو هي. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله، ليست إن، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. طبعا آيتين قلت لكم عندي في الحلقة الأخيرة مفاجأة لكم، راح تسهل عليكم ضبط هذه المواضع خاصة تكون متتالية، بس أخليها للحلقة الأخيرة بإذن الله عز وجل. لكن هو الآن خلونا نضبط الضبط العادي.
لاحظوا أحبتي، بدأت الآية الأولى من يشفع شفاعة، نربط الميم من من مع ميم مقيتة على قاعدة الموافقة والمجاورة. وكلمة مقيتة لو تلاحظون هنا هي الوحيدة في القرآن في هذا الموضع، ومعنى مقيتة أي مقتدرة حفيظة. وكان الله على كل شيء مقيت أي مقتدرا فيجازي كل أحد بما عمل. من يسعى لحصول غيره على الخير يكون له بشفاعته نصيب من الثواب، من يشفع شفاعة حسنة. ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكون له نصيب من الوزر والإثم. وكان الله على كل شيء شاهدا حفيظا مقيتا. أما الآية الثانية التي ختمت إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن فبدأت الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بدأت بهمزة إذا، إذن أنا أربطها مع همزة إن، إذا إن الله. ولاحظ دوران حرف الحاء والسين من كلمة بأحسن، نربط الحاء والسين منها مع الحاء والسين من كلمة حسيبة، تمام؟ فما راح تلتبس علينا بإذن الله عز وجل. ومعنى حسيب أي محاسبا ومجازيا. وإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم لفظا وبشاشة، هتقول له هلاو هاو ار يو، يقول لك السلام عليكم أهلين. سبحان الله، حرمت نفسك من أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحيث أنه تأتيك فيها حسنات، حرمت نفسك منها. أو ردوا عليه بمثل ما سلم، سلام عليكم وعليكم السلام. ولكل ثوابه وجزاؤه، إن الله تعالى كان على كل شيء مجازية. لماذا جاءت كلمة بأحسن هنا؟ يعني الشيء بالشيء يذكر، منصوبة بأحسن. يقول الدكتور فاضل السامرائي بأحسن ليست منصوبة ولكنها مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وهي صيغة على وزن أفعل. أحسن اسم تفضيل على وزن الفعل، فالقاعدة تقول إن الوصفية إذا كانت على وزن الفعل تمنع من الصرف ما لم تؤنث بالتاء. كذلك في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، في الأحزاب الآية 10. فأسفل مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. بقي لدينا وكان الله، إن الله كان، وقلت لكم أنه هذه خليها مفاجأة بالحلقة الأخيرة إن شاء الله. لاحظ الآية 85 لم يرد فيها همزة، همزة القطع مطلقا، فقل وكان الله، بينما الآية 86 بدأت بهمزة قطع وإذا حييتم، وردت أيضا بأحسن أو ردوها، فتذكر أنها ختمت إن الله كان. خلينا نشوف حتى نطلع على الآيات أنه هذا الشيء موجود ولا لا. شوفوا، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يا سبحان الله، بينما هنا إذا أو، لا لاحظتم كيف بأحسن، فهذه بهذه الطريقة تنضبط عندكم، وعندنا ضبط آخر نخليه بإذن الله عز وجل للحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى. أقف هنا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.